السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للصلاة والخياطة. ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نخدم معكم واحد الاكسسوارات ديال المناديل، وكنحتاجو فيهم هاد الكارطون ديال الكاريت الكوزينة هذا، وكنحتاجو هاد الدونتيل هذا اللي فيه هاد التقيبات هادو، وهاد السينتا هادي، وهاد الموس باش نقطعو هاد الكارطون. غادي نشوفو شحال عندنا العرض ديال هاد الدونتيل هذا. عندنا جوج ونص، حنا غادي نديرو ثلاثة. المهم نتوما بغيتو توسعوهم تترققوهم على حسب اللي بغيتو. هاد الاكسسوارات كتشريوهم زعما بالثمن، وممكن نتوما تصايبوهم في ديوركم اقل كلفة. هذا غير كارطون كيتلاح، ما كنديرو به والو، سلقوه، علاش حنا ما نستغلوش بحال هكا ونعاودو نخدمو به. تنجيو تنقطعو تنتبعو على ديك 3 سنتيم، تنجيبو واحد الطرف هاد اللاوات هذا، هادو عاد طراف كيتلاح ديال اللاوات، اللهم نستغلوهم بهاد الطريقة هادي. تناخدوهم هكا وتنبقاو ندورو على هاد البياسة هادي بحال هكا. خصو يكون رقيق باش ما يجيناش عريض، وكنبقاو ندورو حتى كنكملو هاد الدوره هادي كامله. تنلصقو بالبيستولي ولا تنشدوه ب اولا كاع ما تشدوه بتا شي حاجه، تشدو ديريكت هاد لاصون هذا ولا الواحد باش مكيولي السيتا، ونبداو نلويو عليها. تا هي انا عندي هاد القهوي هذا، حيت انا عندي السرابت في القهوي. هانتوما تنبقاو ندورو، كتبقى واحد الحاجه اللي صايبتيها بيديك وتقنتيها. تنحاولو نخبيو اللاوات ما يبان ليناش، بحال هنايا ندير واحد الطريف خارج، نديرو بحال هكا. هانتوما بحال هاد الطريقة هادي. أو تناخدو، ممكن نتوما تزينوهم بالطريقة اللي بغيتو، ممكن ديرو هذا تعمروه وديرو ليه وريضة بهذا ليت، ممكن ديرو هذا على الطريقه هذه، حتى هي كتجي زوينه. تنديروا هذا العقيق هذا، ها نتوما تنديروه هنا في الجنب، تجيبوا هذا الدونتيل وهذا السيت هذه، تنعمروا بها هذا الدونتيل. تنبقاو نقيسو حتى كتجينا هي هادي. ايوا وكنقطعو بالمقص هاد السينتا هادي، كنبقاو نقادو هاد الجهة مع هاد الجهة، وهنايا كنقادو بالمقص. هانتوما كنجنبو شوية باش ما يتسربش لينا. كنشدو هاد السينتا هادي، كندوروها عليها، بقى ليا هاد الزيادة هادي، كنحاول ندخلها. وكندير البيستولي من هنايا، وتنديرو وريضة هانتوما بحال هاد الشكل هدا. باش ندرقو العيب تنجيبو هاد الوريضة هادي ونلصقوها هنايا بحال هاد الطريقة هادي. نلقاو هانتوما الشكل كيف ولا.
هذا هو الديكور الاول. هانتوما كيجي زوين. غادي نوريكم دابا الديكور الثاني. تنجيب وحده اخرى بحال هذه وتندور عليها هاد السينته هذه، راه كيتباع بالعبار وتتقطعوا. هانتوما انا راه قطعتو درتو شحال من حاجه شاط ليا، هو كيكون فيه تقريبا شي 8 سنتي في العرض، وانت كتقطع على حسب اللي بغيتي، نص مترو مترو الشكل ديالها. وكنديروا البيستولي ديالنا، نديروا وريضات بحال هكا. هانتوما على الطريقه هذه. وممكن ديروا حيده هنا وحيده هنا على حسب نتوما الذوق ديالكم. ها نتوما الشكل الثاني حتى هو كيجي رائع وزوين. نتوما بغيتوا تزيدوا هذا العقيق في الجنب، ممكن تزيدوا وريضه بحال هذه في الجنب، في هذا الجنب وهذا الجنب، المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم والابداعات ديالكم. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. وهذا هو الأكسسوار الأول، جا على هذا الشكل هذا. وهذا هو الثاني، جربتهم في سربيتة بيضاء، عجبوني بزاف. نتمنى يكونوا عجبوكم، وإلى اللقاء.